تحياتي يا أصدقائي، طبعا المستجدات اللي عم تصير بكرة القدم السورية، أخبار المنتخب، الكلام الذي يقال هنا وهناك، اللاعبين الجدد، اللاعبين من أصول سورية. حأحكي تفاصيل بهذا الفيديو عن كل الأخبار اللي حابين تسمعوا ونتناقش سوا أيضا، ورد على بعض التعليقات اللي كانت بالفيديو السابق فيما يتعلق موضوع الياس هدايا واللاعب خليل إلياس. إذا يا حبايب القلب، مثل ما شفنا يعني بالأمس فيديو على صفحة اللاعب الياس هدايا يقول فيه أنه هو جاهز لتمثيل منتخب سوريا، وشكر بعض السادة الذين ساهموا في وجوده في منتخب سوريا أو تواصل مع الكابتن عصام الحضري. أنا في الفيديو السابق يا أصدقائي تحدثت أنه الياس هدايا لن يكون في مع منتخب سوريا في كأس آسيا قبل حدوث بعض التطورات بين قوسين، المحادثة اللي صارت بين الكابتن عصام الحضري والياس هدايا، وأيضا بعض الأطراف يلي توصلوا إلى يعني أنه يكون في حل وسط ويكون موجود اللاعب الياس هدايا مع منتخب سوريا. هلا أنا أكيد يعني أنا من أشد الداعمين لوجود الياس هدايا مع المنتخب، وأيضا خليل ياس وغيره من اللاعبين المميزين في أوروبا أنه يكونوا موجودين مع المنتخب، وأنا من الداعين إلى ذلك، لكن بدي أحكي عدة نقاط فيما يتعلق موضوع اللاعب الياس هدايا. الياس هدايا يعني رفعوا اسمه بعدين، يعني بعد انتهاء كما يقولون أنه في مهلة معينة يرفعوا 50 اسم لحتى ينتقوا منهم بالأخير 23 اسم لحتى يشاركوا بكأس آسيا. هل راح يكون الياس هدايا موجود مع المنتخب بكأس آسيا؟ تم رفع الاسم. هلا اذا هذا الاسم اذا وافق الفيفا والاتحاد الآسيوي على وجوده الياس هدايا مع المنتخب ضمن هدول الاسماء فممكن يختاروا. ما بعرف انا هي القصة موضوع جدية الكادر الفني، هل هناك اتفاق بالكادر الفني على وجود الياس هدايا؟ نحن بانتظار الجواب، يعني حتى يكون يعني إذا ما أرادوا أن يكون اللاعب موجود رح يكون موجود بالنهاية بالبطولة. إذا كانت القوانين لا يعني تأخروا برفع الاسم وأنه ما حيكون موجود، ما حنشوفه بكأس آسيا، ممكن نشوفه بتصفيات كأس العالم بعدين. ويعني هذا الكلام يلي أثير جدا على وسائل التواصل الاجتماعي، والكلام اللي عم ينقال على وسائل التواصل الاجتماعي هي الأمور بصراحة. رفعوا اسمه بعد ما قيل انه سكرت الاسماء، لنشوف سكرت المهله المحدده اللي رفع هذه الاسماء، ولحتى يشوفوا بعدين اذا ممكن يكون مع المنتخب او لا. الجواب حنعرفه اكيد بالايام القادمه، لكن خطوه وجوده بالمنتخب شيء مهم للياس هدايا. موضوع خليل الياس يا شباب ويا حبايب القلب، موضوع خليل الياس المشكله الحقيقيه انه خليل الياس مثل باقي اللاعبين الموجودين في الأرجنتين، هناك يعني آلاف ومئات الآلاف من السوريين أو من أصحاب الأصول السورية الموجودين في الأرجنتين. عندما نزحوا من سوريا إلى تركيا كان في يعطون ورقة أنه هن موجودين أو جد أو أجداد من أصول سورية أو سوريين، تمام؟ اللاعبين اللي إجوا على منتخب سوريا من الأرجنتين معهم هي الورقة. خليل الياس هل تم يعني ظبطوا له هذا الوضع؟ ما تزبط هاي النقطة، هل هي واضحة؟ هل هي تم حلها؟ يعني ما بعرف، أنا ما بظن أنه يكون خليل الياس تزبط معه هاي الأمور بكأس آسيا حاليا. لبعد كأس آسيا ممكن تنحل هاي الأمور، بس حاليا بكأس آسيا أعتقد أن الأمور شوي صعبة فيما يتعلق بهذا الموضوع. هلا هذا أنا الشيء اللي عم لكم إياه، هو نتاج يعني هو نتاج موضوع الأخبار اللي المعلومات اللي عندي من خلال والله المصادر، من خلال الناس اللي عم نشوفها، من خلال الكلام، من خلال الأوراق الموجودة. أنا أتمنى مثل ما عم بقولكم، أنا أتمنى أن يكون الياس هدايا موجود مع المنتخب، وأتمنى أنه يكون خليل الياس موجود مع المنتخب، لكن أنا لا أعتقد أنه حتكون الأوراق الرسمية والأوراق الثبوتية جاهزة والموافقات جاهزة حتى وجود حتى بطولة كأس آسيا. وموضوع أيضا رأي الكادر الفني فيما يتعلق موضوع الياس هدايا، هل هم متفقين على وجوده في المنتخب؟ الجواب مو عندنا، جواب عندهم يعني.
جواب عندهم، وبالتالي يعني كل من يخمن وكل من يحكي هون أو هون هذا الموضوع عند الكادر الفني بقيادة كوبر ومحمود فايز وعصام الحضري، هم أدرى ويعني بالموافقة على وجوده واختياره، هم مسؤولين عن اختيار بالأساس اللاعبين. إذا يا حبايب القلب، هذا الموضوع اللي حاب أحكيه، وأكيد في تفاؤل بالشارع الرياضي السوري بوجود اللاعبين من أصول سورية مع المنتخب، وإن شاء الله يعني إذا ما تم الأمور ما تمت الأمور في كأس آسيا يكونوا موجودين بعدين بتصفيات كأس العالم ويقدموا الإضافة. هلأ بعض الناس اللي عم تعلق أنه الكلام اللي حكيته بالفيديو السابق، لا، أنا الكلام اللي حكيته بالفيديو السابق مظبوط وواضح واللاعب بيعرفه والكل بيعرفه، لكن بعد بيوم صار تطورات وصار في اتصالات بين عصام الحضري والياس هدايا، ويعني حتى ظهر الياس هدايا بهذا الفيديو. لكن يا أصدقائي، يعني أنا بالنهاية دائما بقول لكم نحن بيهمنا العنب، بيهمنا النتيجة، بيهمنا يكونوا موجودين هؤلاء اللاعبين مع المنتخب. يعني بالنهاية يعني شو ما بصير مشاكل، في كتير قصص بحكية قصص بعرفها أنا، لكن مو ضروري نحكي كل شيء بصير من تحت الطاولة. بالنهاية نحن أكيد بنحترم الكادر الفني وبنحترم اللاعب، بيهمنا مصلحة منتخب سوريا، هن بالنهاية يصطفوا، في قرار فني عند الكادر وفي أوراق وموضوع أوراق ثبوتيات مفروض تكون موجودة بالنسبة لموضوع خليل الياس، ما بعرف إذا تم حلها ولا حيتم حلها ولا حيكون ولا لا، لكن هي النقطة يعني بظن المدة وعائق الوقت حيكون صعب بالنسبة لهؤلاء اللاعبين. هي نقطة. النقطة الثانية بالنسبة ايضا من يومين كنت عم تابع الشباب الموجودين على اليوتيوب السوريين يلي بيحكوا بكرة القدم السورية. في واحد من الشباب والله اول مرة بسمع فيه يعني، فكان يعني شتمني بالاسم لانه عم بعطي معلومات وكذا، وخليه بالتلفزيون وشو بدها باليوتيوب. يعني هذا الشيء بيعبر عن بصراحة يعني عن، ما راح ارد عليك انا لانه يعني موضوع خلاص احنا عم نحكي رياضة وانت بتعطي معلومات، انا عندي معلومات وانا بحلل، هذا تصطفل، هذا جوك وهذا ترتيبك وهذا بيعبر عنك وبيعبر عن اخلاقك يا عزيزي. وبالتالي يعني اللي بحب يتابع كمان، في بعض الشباب واحد كاتب لي انه لا الياس هدايا حيكون من المنتخب، انا حالغي لك متابعتك. حبايب القلب، انا عم بقدم لكم شيء من خلال تحليلات ومعلومات، واللي بحب يتابع اهلا وسهلا، اللي ما بحب يتابع كمان اهلا وسهلا. يعني هذا الموضوع عائد لكم بالنهاية حبايب القلب، لحتى دائما أنا عندي حب الاستمرارية، وعلى ما يبدو في كتير ناس زعجن أنه أنا موجود على اليوتيوب. أكيد أنا ما حضرتكم، يعني أنتوا في أنتوا عندكم جمهوركم وعندكم ناسكم وعندكم جوكم، وما بعرف هي قلة الأخلاق بين قوسين اللي عم تحكوا فيها بالنسبة تشتموا الناس والناس ما بتعرفوها هيك على اللايفات وعلى كذا. على كل حال حبايب القلب، أهم شيء تعليقاتكم، على أمل أنه نوصل ليوم هيك يكون في عن جد واحد لما بده يحكي بذوق وأخلاق ويحكي معلومات تحليلات، مو مشان يطلع يكسب لايكات ويكسب عرفت يعني، ما عيب هذا الحديث. وأنا بزعل على الجمهور هاي الفئة اللي عم تتابع هؤلاء، يعني أنا بنبسط لهم لأنه في ناس عم تتابعهم، بس يعني يحترموا شوي العالم، يحترموا شوي المتابعين. وأنا والله ما كنت بعرفه ولا بعرف قناته ولا، بس هيك بالصدفة يعني طلع لي اللايف تبعه وعم شوف العمى، والله الزلمه شتمني، قال لحقنا من التلفزيون على اليوتيوب. انا راح ضلني على التلفزيون وموجود على اليوتيوب، بعدين هي السوشيال ميديا مفتوح للجميع ان كان اعلامي وان كان غير اعلامي، والناس هي اللي بتحكم. يعني اهلا وسهلا بالجميع. اصدقائي تعليقاتكم ودعمكم دائما لحتى استمر معكم بالفيديوهات. باي باي.